أعلنت الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية أمات بالدار البيضاء عن تنظيم منتدى العمل الاجتماعي فور أس في الفترة الممتدة ما بين 16 و18 من شتنبر المقبل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. هذه التظاهرة تروم تسليط الضوء والاعتراف بالدور الأساسي الذي يطلع به المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. اليوم جينا باش نرفعوا بالقيمه ديال الفاعل الجمعوي، نساعدوه باش يسلط الضوء على الاشياء اللي تقوم بها، وايضا نخلقوا له تواصل مع المؤسسات وايضا مع الشركات الحاضنه باش ندعموه في المشاريع اللي تقوم بها. فضاء منتدى العمل الاجتماعي يجمع أكثر من 54 مشاركاً في عدة أجنحة تشمل التعليم والصحة والبيئة والفن والثقافة والرياضة والحقوق والحريات والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتثمين كل محاور العمل الاجتماعي. وسيعرف حفل اختتام المنتدى تتويج عدد من الفاعلين الاجتماعيين وكذا تكريم عدد من الجمعيات بمجالات مختلفة والاحتفاء بأبرز الفاعلين الجمعيين.